اخيرا يا مريم، انا كنت بدعي كتير قوي انك تيجي، محتاج لك قوي، وحشتيني يا مريم. ما تقربش مني، خليك بعيد. انت خايفه مني يا مريم؟ مش خايفه، قرفانه. امال جايه ليه؟ جايه تشمتي فيا؟ جايه اشوف الراجل اللي ذلني العمر ده كله وهو مذلول. أرجوك يا مريم ما تعمليش كده فيا، أنا مش ناقص. معلش بقى، أديك بتدفع تمن عمايلك. كل ده مش مهم عندي، المهم أنت. أنا إيه؟ عايزك تسامحيني، وعايز لما أخرج لقيك مستنياني. تخرج؟ أنت مش هتخرج من هنا يا مدحت. أنا بس مستنية الحكم عليك عشان أرفع قضية الطلاق وأخلص منك وأخد نفسي. يا مريم سامحيني، افتكري لأي حاجة حلوة تسامحيني بيها. صدقني يا مدحت، أنا دورت كتير قوي علشان ألاقي حاجة واحدة، حاجة واحدة بس حلوة مش لاقياها. عندك حق، أنا عارف إني أستاهل كل ده، أستاهل أكتر كمان. بس والله العظيم أنا بحبك وما كانش قصدي أذيكي، عشان خاطر اديني فرصة تانية وهتلاقي إنسان تاني خالص. فرصة خلصت يا مدحت من زمان، ولو زي ما هو باين عليك السجن كسرك وهدك كده، تطلقني دلوقتي بدل ما يبقى سجن وقضية طلاق كمان. بس أنا ما أقدرش أطلقك. يبقى أنت اللي اخترت وهتطلقني غصب عنك. يعني ايه يا كمال؟ انا عن نفسي مش فاهم حاجه، بس النيابه مش هتطلب محامي المتهم الا لو في تطور كبير في القضيه. ايوه، يعني تطور خير ولا المفروض نقلق؟ لا لا لا، ان شاء الله خير. اصل لو لا قدر الله حاجه وحشه هتطلبني ليه؟ بالكتير هنعرف ميعاد ترحيله للمحكمه وخلاص. انا كمان متفائل خير، شكلها قربت قوي، قريب قوي يا حسين اخوك هيبقى في وسطنا هنا. ما تقلقش خير يا حبيبي. مساء النور. يا نيل. ايه اكتر حاجه كان نفسك تاكلها من فتره؟